من قسم الولادة في إحدى المستشفيات منعايد كل الأمهات ومنحكي لهم كل عام وإنتوا بخير مع كل طفل بنولد في أم جديدة. رح نعايدها ونقدم لها هدية من شركة فاين. تعالوا معنا. يسعد صباحك، الحمد لله على سلامتك. حبا وتقديرا واحتراما من شركة فاين حبت تقدم لك هاي الهدية بمناسبة عيد الأم، ونقول لك كل عام وإنتي بخير. يسلموا كتير لكم ولشركة فاين اللي هي معنا من احنا صغار ولحد ما كبرنا، ويسلموا كتير. شو بتحبي تحكي كلمة بمناسبة عيد الأم؟ بهنئ كل الأمهات وبتمنى لهم الخير والسعادة، وإن شاء الله يضلهم فوق رؤوس أولادهم بخير وسلامة. هلا خلصنا من اول ام، خلينا نروح على ام تانية ونعيدها انا وياكي. يلا كبرت بصبر دق الباب. بحبك انا يا امي يا اغلى البشر. يسعد صباحكم، بدي عايد كل الأمهات وقولهم كل عام وانتم بخير مناسبة عيد الأم. شكرا كثير على هاي الهدية، وبتمنى تتقدموا أكثر وأكثر. عايشة الدنيا أطلب رضاكي أقدر معك وما أقدر. يسعد صباحك، الحمد لله على سلامتك. تقديرا وحبا واحتراما حبت شركة الفاين بمناسبة عيد الأم تقدم لكم هدايا كتير حلوة وقيمة، إن شاء الله إنها تعجبكم. تفضلي. أسلموا إيديكم، وفاين دائما سباقة للخير، وإن شاء الله كل سنة وأمهاتنا بخير بإذن الله يا رب. شو بتحبي أنت تحكي هيك كلمة بمناسبة عيد الأمهات لوالدتك لخالتك الوالدة الجديد؟ أنا بحكي لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله كل أمهات الشعب الأردني وأمهات العالم كلهم بألف خير. بمناسبة أنك جبتي بنات، اليوم رح نقدم لك هدية، وإناس رح تحكي لك عن هاي الهدية. الحمد لله على سلامتك، هاي هدية من شركة فاين حبت تقدم لك إياها بمناسبة عيد الأم، وتقول لك الحمد لله على سلامتك وألف مبروك مولودك الجديد. تفضل. شكرا لك. بحكي الله يعطيكم العافية، وأنا من حتى المولود الأول لهلأ بستعمل البيبي فاين، وهو أنا يعني برأيي أحسن منتج. بتحبي تحكي كلمة بمناسبة عيد الأم؟ بحكي كل عام وانتم بخير لكل الأمهات، وعن جد الواحد ما بحس بقيمة الأم إلا لما يولد. الحمد لله. الله يسلمك يا رب. الله يخليك. طبعا أنا وإناس انتقلنا على مستشفى تانية حتى نعايد باقي الأمهات. يلا إناس خلينا نعايد باقي الأمهات. هاي هدية من شركة الفاين حبينا نقدمها ونكرمكم بمناسبة عيد الأم. تفضلي. بحب أحكي لهم إنه دايما يعني فاين معروفة، يعني ماركة يعني توب، ما في يعني أحسن من شركة فاين، إذا كان فاين أو فوط للأطفال برضو، يعني نوعيتها كتير ممتازة. بحب أول شيء أعايد على أمي وأقولها كل عام وأنت بخير، والله يديم عليك الصحة والعافية ويديمك فوق راسنا، ولكل الأمهات بالعالم العربي. إناس طبعا هلأ إحنا هيك خلصنا توزيع الهدايا بمناسبة عيد الأم، هلأ أنا بدي أسألك شو حابة تحكي بمناسبة عيد الأم؟
بحب أحكي لكل شخص فائد أمه، أول شيء الله يرحمها، وثاني شيء إن شاء الله بلاقيها بالجنة. وبحب أحكي لأي شخص مزعل أمه إنه يروح يراضيها بهاي المناسبة ويفتح صفحة جديدة، لأنه الأم هي عبارة عن حياة، وإنه الجنة تحت أقدام الأمهات. وبحب أخص إنساني عزيزي على قلبي أنتي عبد الله، وأقولها كل عام وإنتي أحلى أم. طبعا انا بحب اعايد ماما وبحكي لها الله يخلي لنا اياك يا رب، وكل عام وانت بخير. عايش الدنيا اطلب رضاك. وهيك اليوم العيد بعيدين لكل الامهات اللي انجبوا اطفالهم بعيد الام، فالحمد لله على سلامه كل الامهات، وكل عام وكل امهات العالم بخير. الاء ابو حمده، رؤيا.